بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم يا ربي إلى يوم الدين. حضرات المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم وتقبل صيامكم وقيامكم، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قصة آية. عند إعدادي لهذه الحلقة توقفتني آية عظيمة من كتاب الله الكريم، هي آية من سورة السجدة. فما سورة في القرآن اسمها سورة السجدة، وفيها سجدة نسجها وقت اللي نخلطوا للآية اللي فيها السجدة، لأنه كثير من الآيات في القرآن، تقريب 14 آية في القرآن، كي نخلطوا لها نسجوا لله سبحانه وتعالى شكرا وتسبيحا له عز وجل. هذه السورة تسميت سورة السجدة. وقفتني الآية هذه لأنها تتحدث عن صفة من صفات المؤمنين. قلت لعل هذه الآية فيها قصة، لعل فيها سبب نزول، وهي قول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن المؤمنين الصادقين، يقول ربي عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. كلمات قليلة ولكنها تعبر عن معاني عظيمة، معاني ينبغي أن تترسخ في قلوب كل إنسان يروم ويريد أن يصل إلى درجات المؤمنين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فيها معاني العبادة، فيها معاني العطاء، فيها معاني الإنفاق في سبيل الله عز وجل. شو معنى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ الناس اللي يتحدث عليهم ربي ما يحملوش في الليل والناس اليام أنهم يعديوا الليل الكل هما راقدين، وإنما تتجافى. ما معنى تتجافى؟ أي ترتفع جنوبهم وتنزعج من طول النوم، فتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم، إلى ما هو يعني يحسوا أنهم باش يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وهو الصلاة في الليل والناس نيام. ما فماش راو حضرات المشاهدين، ليس هناك من متعة تعدل متعة الإنسان الذي يترك فراشه، خاصة في الشتاء والدنيا باردة، ويقوم مك الفرش الوثير الدافئ ويذهب ويتوضأ، ولماذا؟ باش يصلي لله سبحانه وتعالى ولا يراه أحد إلا الله، يقف بين يدي الله ويشكي أمره لله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى الله بالدعاء. فك الصلوات هذيك صلاة الليل التي ترك فيها الفراش وترك الملذة وقام وتوضأ وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالمناجات والناس نيام. ولهذا قال في الآية يدعون ربهم، لا واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يراهم إلا الله سبحانه وتعالى وهم يعبدون هذه العبادة خوفا وطمعا. يدعونه خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما معنى خوفا؟ أي جامعين بين الوصفين، خوفا أن ترد أعمالهم وطمعا في قبولها من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الخوف والرجاء، أنه الإنسان في العبادة يكون بين الخوف والرجاء. الخوف أنه يعني العبادة ذيك ما تتقبلش والعياذ بالله، والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى القائل إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم من الرزق. كل ما أعطاك ربي سبحانه وتعالى، هذه صفة أخرى من صفات المؤمنين في هذه الآية من سورة السجدة، كل ما أعطاك ربي من رزق اللي أنت ما جبتوش معاك من بطن أمك، أنت يعني ربي سخر لك أنه جعلك يعني عندك المال باش تنجم تنفق،
على الفقير والمسكين والإنسان القليل والإنسان اللي ما عندوش. قال ومما رزقناهم من الرزق قليلا أو كثيرا ينفقون. وما قالش هنا قيد النفقة، ما قالش قديش، قال ينفقون، ينفق حتى القليل ما دام قادرا على العطاء وقادرا على النفقة. هذا المعنى الإجمالي. ولكن فيها قصة هذه الآية، نعاود نقرأها لكم. هي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أنس بن مالك الصحابي الجليل يقول نزلت فينا معشر الأنصار، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صلاة الأوابين. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الملائكة لتحف بالذين يصلون المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين. وأشهر الأقوال في أن هذه الآية نزلت في صلاة الليل، صلاة اللي نسميها صلاة التهجد، وهو قول الحسن ومجاهد والإمام مالك والأوزاعي وغيرهم. روى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه. هو في السفر لقى روحه قريب من القائد متاعه اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، قال له باش نسألك سؤال، قال له أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. سؤال سهل ولكنه مباشر. قال رسول الله قد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هو أمر عظيم أن تسأل أن هو العمل الذي يقربني من الجنة ويباعدني من النار، ولكنه يسير على كل إنسان يسره على نفسه. قال له تعبد الله، اسمعوها مليح وشوفوا صعيبة ولا سهلة. قال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد ربي لا أحد سواه، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال أفلا أدلك على أبواب الخير، تحبش نوريك أبواب الخير. قال له الصوم جنة، ما معنى جنة؟ أي وقاية. والصدقة تطفئ الخطيئة، إذا عملت خطيئة ولا عملت ذنب تبعك، يعني اجعل ما بعد تلك الخطيئة صدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، تذهب الخطايا. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، اللي حصل كل هذه الأشياء. قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه فقال أكفف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذه وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتبطة بهذه الآية التي كنا بصددها، وهي قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ولله در من يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فرشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء. فرصة في شهر رمضان أن يقوم الإنسان بعض الوقت في الليل، في آخر الليل قبل صلاة الفجر، لأنه ربي يقول في القرآن، يقول وبالأسحار هم يستغفرون. يقوم ويصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، مش الفايدة في أنه يكثر، ولكن الفايدة أن يكون أن يقبل على الله بالكثير من الإخلاص.
اللهم اجعلنا مخلصين لك الدين. اللهم تقبل أعمالنا، تقبل يا ربي صلاتنا وقيامنا، اجعلنا يا مولانا من الصالحين، اجعلنا من الأوابين، اجعلنا من المخلصين. اللهم احفظنا فيما أمرتنا، واحفظنا يا ربي عما نهيتنا، واحفظ لنا يا ربي ما أعطيتنا، يا حافظ الحافظين، يا ذاكر الذاكرين، يا شاكر الشاكرين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب السائلين، يا رب العالمين. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك، ولا لأحد من خلقك فنضيع. اكلأنا يا ربنا كلاءة الوليد، ولا تحل عنا، وتولنا بما تتولى به عبادك الصالحين. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.